أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ألمانيا ستغلق بدءا من الاثنين المقبل ولمدة شهر المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية، ذلك في سياق القيود الجديدة التي سيتم فرضها لمواجهة الموجة الوبائية الثانية من فيروس كورونا. وستحد هذه الإجراءات إقامة لقاءات خاصة بعشرة أشخاص من أسرتين، كما سيطلب من المواطنين تفادي أي تنقل غير ضروري، والإقامة في البلاد ستكون مقتصرة على غايات غير سياحية حسب ما أعلنت المستشارة الألمانية عقب مباحثات مع قادة المقاطعة الألمانية 16. وستغلق الحانات والمطاعم والمقاهي والمسابح والمنشآت الرياضية الأخرى، في حين ستنظم المنافسات الرياضية في قاعات مغلقة، بينما سيسمح للمدارس والمتاجر بأن تبقى مفتوحة. ومن أجل تخفيف وطأة الصدمة على الاقتصاد، ستقدم ألمانيا حتى 10 مليارات يورو كمساعدات للقطاعات المتأثرة بالتدابير الجديدة. وأقرت المستشارة الألمانية بأن التدابير صار وصعبة، لكنها أشارت إلى أنه بالوتيرة الحالية للإصابات الجديدة قد يبلغ النظام الاستشفائي حدوده القصوى. وارتفعت الحالات الجديدة بكوفيد-19 حاليا فوق 10,000 إصابة يوميا في عدد قياسي جديد ب 14,964 حالة حسب ما أعلن عنه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.